الله بالدفى ويا السرور ساخن جدا ساخن جدا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة وبرنامج ساخن جدا. الحقيقة في الأونة الأخيرة تناقلت وسائل الإعلام المختلفة الرأي حول وضع المهرجانات الفنية في مصر، ولكن المثير للجدل أن السلبيات طغت بعض الشيء حول أو على تلك الآراء. انعدام التمويل، سوء التنظيم، فوضى تعم تلك المهرجانات التي تقام في مصر والتي يصرف عليها كما قال البعض ببزخ. آراء فقط ننقلها لكم لنتحاور حول مدى الحقيقة أو كم الحقيقة في تلك الآراء حول مهرجانات دولية تقام كل عام في مصر. كان لابد أن نطرح تلك الآراء على أحد مسؤولي تلك المهرجانات في مصر، وده بالفعل اللي هيكون معنا النهاردة. ومشرفنا على الهواء مباشرة المخرج الكبير الأستاذ علاء نصر، رئيس مهرجان كام السينمائي الدولي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ علاء. نبدأ في حديثنا بشكل مباشر. هناك اتهام موجه لإدارة المهرجانات الفنية في مصر بالفوضى وسوء التنظيم اولا، بعد كده نتكلم على ايه اللي اتقال بعد كده. رايك كيف ده؟ يعني احنا مش يعني اذا هنتكلم على كلمه فوضى او سوء تنظيم، فده بيرجع الى اداره المهرجان وكيفيه اختيارها لشركه منظمه للحدث اللي بيتم. فاذا كانت زي ما حضرتك بتقول ان ممكن يكون في فوضى، فده اذا نم عن شيء فبينم على ان مثلا سي على سبيل المثال زيادة في الجمهور اكتر من عدد الكراسي، فمن هنا بتنم الفوضى. استاذ علاء معلش معذرة، انا لما اتكلم مع حضرتك كرجل مسؤول وكرجل خبير في هذا الاطار، فانا مش عايز كلمة إذا، يعني أنا بتكلم حضرتك يعني إجابتك أنا أحترم دبلوماسيتك في الإجابة، ولكن كده كلمة إذا كانت فوضى يبقى بينوم عن كذا، يبقى أنت كده ما اديتلناش إجابة. رأيك كخبير في مجال المهرجانات، مهرجانات مصر أو المهرجانات الدولية في مصر فيها فوضى ولا لأ؟ أحيانا بيبقى فيها فوضى طبعا. إيه السبب؟ زي ما قلت لحضرتك، هو عدم تنظيم الشركة المنظمة المسؤولة عن التنظيم وعدم مراعاة الدعوات على عدد الكراسي اللي موجودة، فمن هنا بتنم الفوضى. يعني انت شايف ان بعض المهرجانات فيها الفوضى دي الى حد ما؟ طبعا. لما بيجي يقام مهرجان خاصة لو كان مهرجان دولي، ايه الخطوات اللي بتتبع في هذا الاطار؟ اولا المنظم للمهرجان، اذا كانت جمعية او اذا كانت مؤسسة او اذا كانت وزارة، لما بتيجي تنظم للحدث إقامة مهرجان، بيبقى الأول بيتعمل حاجة اسمها اللائحة الخاصة بالمهرجان. لائحة المهرجان الأول اختيار نوع الأفلام، اختيار لجنة التحكيم، اختيار لجنة المشاهدة، اختيار المكرمين سواء إذا كان من داخل مصر أو من خارج مصر، ضيف شرف المهرجان إذا كانت دولة عربية دولة أوروبية، أو إذا كان نجم دولي أو نجم عربي أو نجم مصري، رئيس شرف المهرجان النجم المصري اللي انت بتجيبه وجهة للدورة. كل دي خطوات لإقامة المهرجان. دي كلها تكون خطوات على الورق، ولكن لما بيكون الخطوات المكتوبة دي بتدخل حيز التنفيذ، ايه أول الاتصالات اللي بتتم في الإطار ده؟ أول حاجة بتتم مخاطبة الدول اللي هتجيب لك الأفلام. نعم. ان المهرجان لما بنسمع او بتسمعوا ان بيقولوا بيقعدوا سنه بيعدوا للمهرجان، هي دي حقيقه. هو فعلا اداره المهرجان بتقعد سنه تعد للمهرجان، لان خطوه بتسلم خطوه. اول خطوه ان احنا بنخاطب الدول سواء اذا كان من خلال السفارات او من خلال وزاره الخارجيه او من خلال مراكز سينمائيه في الدول اللي احنا بنبدا نراسلها. الخطوه دي الدوره بتاعتها بتاخد لها لوحدها 6 شهور، ما بتاخدش بيه ست شهور. اللي هي خطوة مقابلة الدول، مخاطبة الدول والتمثيل سواء الأجنبي سواء بالأعمال أو بتخاطب السفارة يعني. والسفارة بتخاطب المراكز السينمائية. نعم. أو أنت بتخاطب المراكز السينمائية عبال ما هو يبدأ يحضر ويبدأ يعد ويبدأ يخاطب المخرجين، ويبدأ المخرجين تبدأ تاخد
استمارة المشاركة وتبدأ تملاها ويقرأ اللائحة ويبدأ يحضر فيلم إذا ما كانش حاضر أو إذا كان حاضر يبدأ يختار الفيلم بناء على لائحة المهرجان، إنه هل الفيلم هيبقى إنتاج السنة اللي قبل إقامة المهرجان ولا لا. كل دي بتاخد لها لوحدها 6 شهور. بعد كده إدارة المهرجان في اجتماعات مستمرة بعد اللحظة دي. الاجتماعات المستمرة ديت هيكرم مين داخل مصر وخارج مصر. لجنة المشاهدة بتبدأ تشوف قبل الافتتاح ب3 شهور على الأقل، بتبدأ تشاهد. يعني سي مثلا احنا في يناير بنبدأ نفتح باب استقبال الأفلام، نيجي في شهر 7 نقفل باب الاستقبال. بعد كده تبدأ لجنة المشاهدة تبدأ تتفرج على الأفلام، تاخد لها شهر تغربل ال70 80 100 150 فيلم اللي جولك، علشان في النهايه ناخد منهم 35 فيلم او 40 فيلم اللي جولك من بره ولا من جوه، من كل اللي جاي لك. يعني انت بيبقى ليك الحق، حق اختيار التمثيل من اعمال مقدمه ليك من الخارج، باعتبار ان انا مهرجان دولي. مش انا ككام يعني لا انا كإدارة مهرجان، بنتكلم في العموم. نعم. باعتبار ان ده مهرجان دولي. فبيبدا بتختار من الافلام اللي جايه لك تاخد منها الافضل، علشان بعد كده بيجي الدور الثاني بعد لجنه المشاهده الرقابه على المصنفات الفنيه. بيبدا يبعت الافلام اللي تم اختيارها وخلاص هي ديت اللي هتشوف اللي هتتشاهد، بيبدا ياخد الرقابه. الرقابه بتاخد لها من 2 إلى 3 أسابيع مشاهده، وبعد كده يبداوا يردوا عليك. بعد كده تبدا دور لجنه التحكيم. طب استاذ علاء، يعني طالما حضرتك اثرت دور الرقابه في هذا الاطار، لما بتتكلم ان في رقابه وفي مرحله بيمر فيها او بتمر فيها تلك الاعمال على الجهات الرقابيه، ترد بايه على بعض المعلومات التي وردت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل اخباريه كمان، ذكرت ان كان في مهرجان زي مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي كانت في اعمال لم يكن من اللائق عرضها؟ يعني اولا انا اشك في ذلك، اولا للقائمين على اداره المهرجان، ده رقم واحد. رقم اتنين ان في عندك لجنتين، لجنه مشاهده ولجنه تحكيم، وعندك رقابة على المصنفات الفنية. فلا يمكن أبدا في فيلم زي ما حضرتك تفضلت وقلت نقلا عن بعض الجرائد قد تكون الصفراء أو غيرها لإثارة الجدل بين المهرجان. فأنا أشك أن ممكن يكون في أفلام زي ما حضرتك تفضلت وقلت خارجة عن حدود اللائق. يعني في ساعات ممكن ناس يقول لك ايه، يقول لك ده احنا عندنا حاجات كتير محتاجة فلوس، ده الصحة محتاجة فلوس، الناس، المستشفيات، الدنيا دي كلها. لما بيلاقوا ان فلوس او مبالغ رهيبة صرفت على مهرجان هم شايفين بالنسبة لهم ان ده مجرد احتفال، ده بيثير عندهم بعض علامات الاستفهام. طب ايه هي اهمية المهرجانات دي؟ لا، المهرجان له اهمية مهمة جدا داخل الدولة. مهرجان السينما هو محك تحديدا الفن السابع. مصر كانت تاني دولة تعمل أفلام بعد فرنسا. يعني فرنسا جت بعدها على طول مصر في إنتاج الأفلام، فإحنا عندنا سبق في صناعة الأفلام. فلو هنتكلم على لا، إحنا إن السينما في مصر، مهرجانات السينمائية في مصر مظلومة إنها مش واخدة حقها. مش واخدة حقها. هقول لحضرتك يعني مصر كلها ما فيهاش الا 6 مهرجانات دولية. وهل من المفترض يكون في عدد اكبر من المهرجانات بتصرف اكتر على او بترهق الدولة بشكل اكتر؟ انا ما بتكلمش لا، انا بتكلم بعيدا عن الصرف. فين هو الارهاق؟ ما انت ما عندكش غير مهرجان واحد. امال ايه هي مصادر التمويل اللي هو ما انا بقول لحضرتك مهرجان القاهرة ده بتاع وزارة الثقافة. وزارة الثقافة بترصد له مبالغ. مهرجان اسكندرية، مهرجان طائلة. مهرجان اسكندرية بياخد أكتر من دعم من أكتر من جهة، منها وزارة المالية. ماشي، أوكي، يعني هي في النهاية الدولة برضو. أوكي، تمام، ما اختلفناش. لكن أنت عندك مهرجانات تانية كل ميزانيتها لا تتعدى ال100 150 ألف جنيه ولا 200 ألف جنيه. يعني حضرتك عايز تقنعني إن مهرجان دولي بميزانيته 100 ألف جنيه؟ انا بقول لحضرتك انا مهرجاني لا يتعدى ال150 الف جنيه. ازاي؟ اولا مهرجان بتنظمه جمعيه،
بشكل من الاشكال بنحاول ان احنا نقنن المساله. اسالك سؤال يا استاذ، معلش انا اسف المقاطعه، بس انت ما بتسيبنيش اكمل. لا لا انا خليك تكمل الجزئيه دي هتفيدك، ولكن احيانا في بعض الجمل تستدعي الوقوف امامها. يعني صدق. ان حضرتك لما بتتكلم بتقول حته ان لا ما بيصرفش مهرجان او مهرجان كام، 100,000 جنيه 150,000 جنيه على الحد الاقصى. طب ده في اقامه فندقيه، ما انا لسه ما كملتش في طيران. تمام. الاقامه الفندقيه احنا بنبدا نجيب فندق بيدخل راعي، بيدخل سبونسر، ومقابل انه بيدينا مثلا عدد غرف على قد الضيوف اللي جايه، وبينزل هو كراعي للمهرجان. وزاره السياحه برضو بيبقى لها دور في الدعم، سواء اذا كان دعم لوجستي او دعم مالي، حتى ولو دعم بسيط لا يتعدى ال 20 30 الف جنيه. ده بالنسبه للمهرجانات اللي من لمهرجان من المهرجانات السته اللي موجودين في مصر. تمام. وللاسف شديد يعني لما اقول عفوا، لما اقول ان مصر كلها على بعضها ما فيهاش غير ست مهرجانات، فده شيء للاسف شديد مش غير صحي. المغرب فيها 70 مهرجان للسينما فقط، 70 مهرجان، والدولة بتدعمهم بشكل مش قادر أقول لك، وأغلب المهرجانات هناك بتنظمهم جمعيات. إيه مغزى كتر المهرجانات؟ أولا زي ما قلت لحضرتك، بالنسبة للمهرجان هو محك بالنسبة للشاب اللي بيقبل على إخراج الفيلم، أو للسيناريست اللي لسه في بداية حياته، أو للممثل، أو 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 لو حبينا ناخد على سبيل المثال مهرجان كام، يعني خلينا اتكلم باعتباري ان انا مسؤول مهرجان كام او رئيس مهرجان كام. مهرجان كام بيبدا من الاسم، اختيار الاسم كام، نص كاميرا، ان المهرجان بيرحب بابداعات الشباب ولو بامكانيات نص كاميرا. من هنا بتبدا الخطوه او بتبدا الشراره، ان انا عندي مهرجان بتاعي للمحترفين وانصاف المحترفين والهواه، وكل ما كل جزئية ليها تقييمها الخاص من خلال لجنة المشاهدة أو لجنة التحكيم. الشاب الهاوي اللي بيقدم على أول على التجربة الأولى في حياته، أنا برحب بيه. المهرجانات التانية بترفض فيلمه، أنا برحب بيه ليه؟ علشان أفعل معنى كلمة كام، اللي أنا برحب بإبداعك، هات لي إبداعك حتى لو هعرضه في مهرجان أفلام الهواة. بعمل لهم هم لوحدهم أفلام لوحدهم أفلام الهواة. فامال هو امتى يبدا يستفيد؟ لازم يكون في محك، لازم يكون في خط بياني، هو عارف هو واصل منين، عنده جوه الموضوع جوه المهرجان في محترفين بيشوف افلامهم عشان يعرف هو واقف فين من المحترفين وانصاف المحترفين. بعد كده في عندي ورش، بعمل ورش للناس دي بيحضرها طوال الاسبوع بتاع المهرجان. فهنا المهرجان مهم جدا، هو بمثابه اكاديميه سنويه، اكاديميه سريعه، بنديله سندوتش سريع وهو وهو جاي يشارك بالفيلم بتاعه. فالمهرجان مهم جدا، ولذلك والدوله مهتميه بالمهرجانات، بس مش بالشكل اللي احنا منتظرينه. تمام. المخرج علاء نصر، استاذنك هنطلع فاصل ونرجع تاني لحضرتك. بعد الفاصل ويتواصل لقائنا مع المخرج الكبير الاستاذ علاء نصر، رئيس مهرجان كام السينمائي الدولي. استاذ علاء، حضرتك ذكرت قبل الفاصل ان في ست مهرجانات معتمده في مصر، ايه هم الست مهرجانات دول؟ الست مهرجانات بيرجع الى الاقدميه، يعني هي بتتحسب بالاقدميه وسمه الدوليه زي ما حضرتك عارف. مهرجان القاهره السينمائي، مهرجان الاسكندريه السينمائي، مهرجان الاسماعيليه للافلام القصيره، مهرجان دولي. بيجي في المرحله الرابعه مهرجان كام اللي بيحضر لدورته السادسه 2016. نعم. بعد كده مهرجان السينما الافريقيه في الاقصر، وبعديه مهرجان السينما الاوروبيه ايضا في الاقصر. ده في مصر. طيب هذا لحضرتك سؤال، ولكن احب انوه للساده المشاهدين الاول ان في سؤال موجه لحضراتكم حول موضوع الحلقه، وهو كيف تقيم اقامه المهرجانات الفنيه في مصر؟ كيف تقيم اقامه المهرجانات الفنيه في مصر؟ يا ريت حضراتكم تتواصلوا معنا على الارقام اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه. ونرجع للاستاذ علاء. استاذ علاء، حضرتك ذكرت اسماء ست مهرجانات، ولكن هناك مهرجانات سمعنا عنها، ما اعرفش ليه حضرتك ما ذكرتش، يعني مثلا ادي مثال لحضرتك، مهرجان راس البر مثلا. لا حضرتك، انت في هو في اكتر من مهرجان، بس ده مش واخد سمه الدوليه. نعم. هي سمه الدوليه بمشاركه ضيوف من خارج مصر، سواء اذا كان ضيوف شرف او مكرمين
او مخرجين من كافه الدول، فهنا بتاخد سمه الدوليه. نعم. مهرجان راس البر هو مهرجان محلي، ومهرجان يوسف شاهين ايضا مهرجان محلي. طيب حتة مغزى برضو كتر المهرجانات في مصر، يعني لما يكون في مهرجان حضرتك ذكرت ان بياخد 6 شهور تحضير. نعم. او 6 شهور في جزئية بس اعمال توصل لكم من الخارج. نعم. حضرتك شايف كتر المهرجانات ده ممكن يعمل ايه؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك، انا بالنسبة للمهرجان هو محك، لانك انت بتقدم مهرجان في شكل علمي وفي شكل عملي. العلمي من خلال الندوات. تمام. لان مش كل الناس خريجة معهد السينما. انت عندك فئات، في ناس عاملة دراسات حرة، في ناس واخدة كورسات فقط. فالمهرجان مكمل علمي لهؤلاء، وايضا عملي من خلال مشاركته بالعمل بتاعه اللي هو بيشارك بيه. فالمهرجان مهم جدا، مفترض ان يبقى على الاقل في كل محافظة فيه مهرجان، مش بس المحافظات السياحية. فده اللي احنا بنتمناه. ليه ما يكونش فيه في كل محافظة مهرجان؟ ليه ما يكونش عندنا 10 و11 و12 مهرجان للسينما بس، بعيدا عن المسرح وبعيدا عن المهرجانات بس التانية. حضرتك ذكرت من شوية ان المهرجان ده بيبقى فايدة، ان هو محك، ان هو فرصة للمواهب الشابة اللي مش لاقية فرصة ان هي تطلع بأعمالها اللي فيها اكيد اعمال متميزة. ولكن المهرجانات اللي بنشوف فيها اعمال الحقيقة اعمال مش اعمال هواة، هي أعمال مشاهير ولكنها ربما لا تصل إلى المستوى المطلوب من التميز. إيه السبب في ده؟ لا، بيرجع للمخرج، مخرج العمل. وبعدين في احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك في لجنتين، لجنة مشاهدة ولجنة تحكيم، هم اللي اعتقد اللي يتحاسبوا على اختيار الفيلم اللي بيدخل سواء جوه المسابقه او خارجها. يعني بتبقى مسؤوليه كبيره يا استاذ علاء ان انت تختار اعضاء لجنه التحكيم، باعتبار ان اعتقد ان ارائهم او القرار اللي هيطلعوا بيه في النهايه هو ده اللي بيدي الصوره او بيعكس الصوره عن المهرجان ككل. ايه هي مقاييس اختيار الاعضاء دول؟ اولا انت لما تيجي تختار لجنه التحكيم، من هو الرئيس؟ الرئيس لازم يكون ذو صفه علميه متخصص في المجال. على سبيل المثال برضو، يعني انا دايما بتكلم على مهرجاني على اعتبار الدورة الاولى كانت المنتجة مريان خوري، دي متخصصة في مجال السينما، كانت هي رئيس لجنة التحكيم 2011. الدورة الثانية كان المخرج عادل يحيى، عميد المعهد العالي للسينما وقتها. الدورة الثالثة كان المخرج عمر عبد العزيز. تمام. طب ناخد بس اتصال الاستاذ علاء الاستاذ اسماء ونرجع لحضرتك. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا استاذ عمرو؟ اهلا بيك يا فندم. ازي استاذ علاء؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا كنت عايز اسال الاستاذ علاء، يعني ايه لازمه المهرجانات دي؟ يعني بتبقى من غير تنظيم، وكمان يعني مش بنشوف بس غير عرض ازياء للمهرجانات. ليه تعلي الصوت بس شويه اسماء عشان صوتك وطي؟ بس حضرتك سامعني كده؟ اتفضل يا فندم. المهرجانات بتبقى من غير اولا تنظيم، ثانيا بتبقى بس يعني عرض ازياء لملابس الممثلين، وبتتصرف عليها يعني ملايين كتيره جدا من غير اي فايده. ايه الغرض من المهرجانات دي بس؟ شكرا. شكرا اسماء. اتفضل. احنا يمكن لسه كنا بنتكلم في هذا السياق بس اتفضل. لا يعني مش مساله انه بتصرف عليها ملايين ومن غير اي فايده. انت ما عندكش غير مهرجان القاهره السينمائي اللي هو واخد المرتبة الأولى في اهتمام وزارة الثقافة، وبيجي بعديه مباشرة المهرجان الإسكندرية. دول المهرجانين اللي منورين قوي دوليا، وبالتالي الفنان بيسعى بكل جهده أنه يبقى موجود ومتواجد. بس هو التعبير في الحقيقه لفت نظري قوي، ان يعني ان واصل الانطباع ده للشارع ان هو مهرجان مجرد عرض ازياء. لا، هو مش عرض ازياء، لان هو بيعتبر احتفال او احتفاليه للفنانين وصناع السينما على مستوى العالم، فبيبقى الكل جاي بيلتقي فيه. فهو الطبيعي انه كل فنان او فنانه بيدور على انه شكله هيبقى ازاي، لان هو بيجيبه على حسابه هو، هي الدوله اللي هتجيبه له. طيب، في تقرير اتعرض على
آراء الناس حول المهرجان أو مهرجانات بشكل عام. نشوف. هنشوف ونرجع لحضرتك تاني. اتفضل. تبرز الكويس اللي فينا، احنا بنجيب الوحش اللي فينا ونطلعه للعالم، فده يعني اللي هيشوف الكلام دوت علينا هيقول ان احنا يعني شعب متخلف مش اكتر. ايه رايك في اقامه المهرجانات الدوليه؟ اكيد طبعا هيهدر للفلوس وهيهدر للمال العام اللي الدوله محتاجاه زي كده في وقت زي كده، الدوله محتاجه الفلوس وكل حاجه زي كده. يعني انا شايف من وجهه نظري انه هيهدر للفلوس وهيهدر للحاجه زي كده بتاعت الدوله، يعني مش وقته خالص ان يتعمل مهرجانات زي كده ولا حاجه. شايف انها الدوله تقف بشكل مؤقت عنها ولا اصلا مش المفروض انها تعملها بالمره اصلا؟ اصلا مش مفروض تتعمل اصلا بالمره اصلا، لان الفلوس اللي بتروح فيها المفروض الدوله بتستفيد بيها احسن. يعني مش شايف انها بتفيد الدوله من جانب تاني؟ لا انا مش شايف وجهه نظري بالصراحه، يعني ما شايفش اي فايده منيها. يعني مش شايف اي استفاده من المهرجانات؟ لا. ايه رايك في المهرجانات الدوليه؟ والله انا شايف ان هي ميبي ربما بتثر الحياه الثقافيه في لقطاع عريض من الناس، وربما برضو بالنسبه لقطاع تاني ان هي اهدار للمال وتكلفه بلا مبرر. هي اقامه المهرجانات هي مهمه جدا زي ما قلت لحضرتك، هي محك، والاهم من كمان انها محك للمهتمين بحركه سينمائيه وصناعه السينما، هي ترويج للسياحة، انك انت بتستضيف دول من بره وبيجي مخرجين من بره وبتنقل الصورة الدولية، وإلا ما كانش الدول التانية مهتمية. هو موضوع السياحة ده مهم جدا، ولكن هناخد اتصال من محمد ونرجع لحضرتك تاني. الو الو، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ عمرو؟ يا اهلا بيك يا فندم. ازيك يا علاء بيه؟ اهلا وسهلا. فنان الجميل، الله يخليك يا فندم. للأسف انت بتحرث في البحر، لاني في مستوى ثقافي يستوعب العمل الجميل والعمل العظيم اللي حضرتك بتعمله. يا ريت يكون كل يوم في مصر 100 مهرجان، لان ده بيروج للسياحه زي ما حضرتك قلت. الشخص اللي جاي ده عاوز ياكل وعاوز يشرب وعاوز يتفسح، فانا بستعجب حتى من الناس. انا متابع دلوقتي وبستعجب الناس اللي بتنقد على ايه وهي مش فاهمه. يعني اهميه استضافه احداث زي كده بتاثر كتير جدا على الاقتصاد في اي دوله. وانا بشكر استاذ عمرو باهتمامه بالموضوع ده، ومساء الخير. مساء الفل، اشكرك يا فندم، اشكرك. رايك طبعا يحترم الاستاذ محمد، ولكن برضو يمكن الاستاذ علاء رد على الجزئيه دي، قلت موضوع السياحه ده طبعاً موضوع طبعاً مهم جدا. استاذ علاء، عشان احنا يمكن متبقي دقيقه واحده في لقائنا، سوء التنظيم الملموس في بعض المهرجانات المقامه في مصر ده ازاي ممكن يتحل، بالرغم من انه ممكن يكون مهرجان في دوره مثلا دورات 30 او 37 زي مهرجان القاهره الدولي، هل كل الدورات السابقه لم تكسب القائمين على تلك المهرجانات خبره؟ لا، هو مفترض ان يكونوا اكتسبوا خبره، ان الدوره الاولى غير الثانيه غير العشره غير ال 13 غير ال 21، فهو ده اكيد لازم يكون في اكتساب خبره، ويكون في شركات لتنظيم المهرجان تكون اكثر بروفيشنال واكثر احترافيه في هذا التنظيم. يعني استاذ علاء نصر، طبعا بشكرك جدا على حضورك معنا، نورتنا، والحقيقه برضو افدتنا، لان في بعض الجوانب ربما بتغيب عن البعض. موضوع السياحه ده شيء مهم جدا طبعا، واتفق معاك فيه، ولكن لا اتفق مع من يتسترون على بعض السلبيات في تلك المهرجانات. بشكر حضرتك جدا يا فندم. اهلا وسهلا. اعزائي المشاهدين، في نهايه اللقاء بشكر ضيفنا العزيز المخرج الكبير علاء نصر، رئيس مهرجان كامة السينمائي الدولي، ونلتقي بكم على خير في الحلقه القادمه وبرنامج ساخن جدا، مع تحياتي عمرو لطفي. شكرا والى اللقاء. جدا حلي بقك بكلمه غير مر الحياة، ده الحلو في كل نسمة.